السلام عليكم شباب، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على معمل الريسترين أند السكلوجن. وكالعادة بنبدأ المعمل بالأوتلاينز اللي بتتكون من الانترودكشن اوف الريسترين أند السكلوجن، ديفينيشن اوف الريسترين أند السكلوجن، انديكيشن اوف الريسترين أند السكلوجن، كونترا انديكيشن اوف الريسترين أند السكلوجن، ليست ريستريكتيف ميثود اوف الريسترين، تايبس اوف الريسترين، تكنيك اوف الريسترين، كاركترستكس اوف السكلوجن روم. مبدئيا واحنا بنتكلم على السكلوجن والريسترين لازم نكون عارفين ان هما بيعتبروا من الامرجنسي ميجرز او من الاجراءات اللي باخدها في الاوقات اللي بيصدر فيها عنف او فايلنس او اجيتيتد بيهيفير من المريض النفسي. وبيكون البرايمري ايم من السكلوجن والريسترين ان انا بقلل الريسك اوف التراوماتيك اكسبيرينس والانجري اللي ممكن تحصل من المريض النفسي تجاه نفسه وتجاه الاستاف الموجودين في الورد. الحقيقه ان اليوزنج اوف السكلوجن والريسترين كان محل جدل بشكل كبير جدا، لانه على الرغم من انه بيحمي او على الرغم انه بيبروتكت المريض النفسي والاستاف الموجود في الورد من الانجري والتروما، الا انه تسبب بشكل كبير جدا في انجريز وحالات وفاه كانت بسبب الاستخدام الغير سليم للسكلوجن والريسترين. ازاي هندفاين الريسترين؟ بنقول ان الريسترين عباره عن intervention of placing the patient involuntary under control by the use of chemical or mechanical devices for the reasons of preventing excited patient from harming self or others. لكن الحقيقة لازم نكون عارفين ان الريسترين not used for the reason of treatment or punishment. Seclusion is the involuntary confinement of a person in hazard free room that is often locked and where the person can be directly observed. This is often considered the least restrictive than mechanical restraint, but many emergency departments don't have the specific room for seclusion. أظن إن هيجي في بالك سؤال، يعني إيه يا دكتور the least restrictive than mechanical restraint؟ هنقول خلال استعراضنا للبار بوينت ان the least restrictive method هي الميثود اللي بستخدمها عشان اعمل كنترول على السايكوتيك بيشن لكن باقل درجة من كبح المريض او السيطرة على حريته. فكر معايا كده، لما استخدم ريسترين واربط الاكستريمتيز بتاعت المريض، هل حرية المريض هنا اعلى ولا اقل من ان انا احطه في اوضة واقفل عليه؟ لا اكيد لما هربط المريض وكتفه هنا كان في فيوليشن للفريدم اوف البيشنت بشكل اكبر من السكلوجن. علشان كده بنقول السكلوجن از least restrictive than الميكانيكال ريسترين. least restrictive than mechanical restrain يعني درجة السيطرة على حرية المريض اقل من الميكانيكال ريسترين. ارجو انها تكون وصلت. الحقيقة ان لو المريض النفسي ما استجابش بشكل جيد وايجابي للسكلوجن، هنا بضطر بقى اعلي شوية من درجة الكنترولينج على الفريدم بتاعة البيشنت من خلال ان انا بستخدم معاه الفيزيكال ريسترين. طبعا سبب السكلوجن وسبب ان انا حطيت المريض في اوضة وقفلت عليه لازم اعمل له ديكومنتيشن. ايه الانديكيشن اوف الريسترين اند السكلوجن؟
الحقيقه ان انا بستخدمهم when the patient behavior is physically harmful to self and the other، زي ما قلنا الاجيتيتد patient او الاجيتيتد or aggressive behavior، وكمان في حالات الفيولنس. طيب ايه تاني؟ when alternative or less restrictive measures are insufficient in protecting the patient or other. استخدمت مع المريض العلاج الأدوية، استخدمت مع المريض الطرق من اللي بستخدمها في تهدئة المريض من خلال الكوميونيكيشن، ما استجبش. إذا هنا بستخدم the least restrictive measures موجودة، بنبدأ بالسيكلوجن، ما استجبش، بستخدم الريسترين. when a decrease in sensory over stimulation، هنا بستخدم السيكلوجن بس. طب يا دكتور يعني ايه sensory over stimulation؟ في كمية stimulation ومثيرات كبيرة حوالين البيشنت، والبيشنت بيحصل له distraction وبيحصل له increasing للاكتيفيتي نتيجة المثيرات اللي حواليه بشكل كبير. اذا بحطه في السيكلوجن على اساس ان هي the least restrictive than الميكانيكال restraint. تاني the least restrictive method، بنقول ان the least restrictive method should be employed when dealing with the potentially violent patient. طيب ايه العلامات، ايه السيمبتومز اللي ممكن تظهر على المريض النفسي وتكون دلاله على ان في احتماليه للفايرنس او الاجيتيشن من المريض النفسي؟ اول حاجه restlessness، التابنج اوف فينجر، الاريتابيليتي، الانكزايتي، التريومرز، والتشينج في الفويس كواليتي. تلاقي المريض قاعد مش مستريح، دايما صوابعه فيها عمال يلعب في صوابعه ويكسر في صوابعه بشكل كبير، وفي حته اريتابيليتي وانكزايتي وقلقان. دايما الفويس كواليتي بتاعته اتغيرت في نوع من انواع الانجري بشكل كبير جدا. دي كلها علامات ان المريض ده اخلي بالي ممكن يخش في فايلنس اور اجيتيشن. معنى كده ايه؟ معنى كده ان البيشنت اللي هو هيدخل في فايلنس اور اجيتيشن لازم ان انا استخدم معاه alternatives علشان اعمل correctly ال inappropriate behavior in order to maintain a good working relationship and maintain the dignity of patient and زي ما قلنا ال staff الموجود في ال ward. هنقول هنعيد اللي قلناه قبل كده، ان البيشنت هيلث كير بيرسونال must attempt to provide care in a manner that a least restricts the freedom of the client. this method or هتعمل ايه الميثود اللي انا بستخدمها اللي هي the least restrictive method للبيشنت؟ اول حاجه هتعمل reduce للنويز بشكل كبير جدا، تعمل افويد وتقلل الاي كونتاكت مع البيشنت اللي هو في حاله فايلنس واجيتيشن ومتنرفز ومتعصب بشكل كبير جدا. طب هنا لما انا استخدم معاه الاي كونتاكت وابدا اركز واوصل له دايما الاي كونتاكت واركز حركه عيني او العين عيني معاه، هو ممكن ما ياخدهاش، ان انا هنا بهدده، ان انا هنا بتحداه. اذا هنا احيانا بتكون الاي كونتاكت بعمل لها افويدنس في التوقيت ده. طيب maintain distance from agitated patient، وبرده علشان ما اعملش invading للبيشنت سبيس،
allow the patient to ventilate his or her feelings. Don't make provocative remarks. وهنا مهم قوي 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 ان انا بتعامل مع المريض النفسي في حالات الـ violence او الـ agitation ان انا ما اعملش او ما اديش تعبيرات استفزازية للمريض. المريض بيبقاش هو مش ناقص استفزاز وهو في حالة agitation و violence وعنف شديد جدا، فمش مستحمل اطلاقا اي تعبيرات استفزازية مني وانا بتعامل معاه. least restrictive method من ضمن مبادئها ان يبقى في talking softly rather than shouting. لازم يبقى في inquiring about what specific needs the patient have، يعني needs بتاعت البيشنت. وانا بعمل الليست restrictive measure لازم ابقى مخلي بالي او مخلي بالي من الفسيولوجيكال needs اللي المريض بيحتاجها اللي ما يقدرش يستغنى عنها، وابدا ان انا احققها له. طيب provided needed medication، المريض هو ماشي على medication ما اقدرش امنع المديكيشن عنه وانا بستخدم الليست ريستريكتيف ميجرز او الليست ريستريكتيف ميثود. طب الكونترا انديكيشن اوف الريسترين اند سيكلوجن، تمام، اي ميديكال اند سايكاتريك كونديشن ممكن تعمل او تزيد خطورتها من استخدام الريسترين او السيكلوجن. يعني هل ينفع broken or burned extremities ان انا اربطها؟ طب الكلاستروفوبيا اللي هو نوع من انواع الفوبيا ان المريض النفسي بيحصل له فير بشكل كبير جدا من انه يكون في مكان مغلق او اوضه مغلقه. طب هل انا هروح احبسه في اوضه مغلقه وهو عنده كلاستروفوبيا؟ اكيد دي من الكونترا انديكيشن للريسترين والسيكلوجن. مريض الديليريوم والديمنشيا اللي هو اصلا هيحصل له ليدنج او هيتسبب ده تو الانابيليتي تو توليريت مع الديكريزد ستيميوليشن. الكلوز سوبرفيشن والدايركت سوبرفيشن اوبزرفيشن كانت بروفايدد. من اساسيات الريسترين والسيكلوجن ان انا دايما عينيا او اهتمامي ان يبقى في اوبزرفيشن او دايركت اوبزرفيشن وسوبرفيشن على المريض، دايما مخلي بالي من المريض مسهاش عنه بشكل كبير. طيب الديزاير فور بانشمنت اوف بيشنت اور كونفينينت اور كونفينينس اوف ذا ستاف. من كونترا انديكيشن للريسترين والسيكلوجن ان انا استخدم ده كبانشمنت او لمجرد قناعه للستاف ان انا عايز احبس المريض ده او ان انا عايز اريح دماغه منه فانا هحبسه واقفل عليه الاوضه ولا هربطه. طيب التايبس اوف الريسترين، عندي ميكانيكال وكيميكال ريسترين. طيب الميكانيكال بتصورك هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن طريقه انا بستخدمها عشان احد من حركة الـ extremities و الـ parts of body. طب الكيميكال هي عقاقير بستخدمها عشان أعمل controlling على الـ freedom بتاعت المريض. طيب أول حاجة الميكانيكال والفيزيكال restraint، ودي زي ما قلنا هي are any manual method or mechanical device attached to or at chicken to the patient's body that the patient cannot easily or easily remove and that restricts freedom of movement or normal access to one's body material or equipment. طيب عندي 5 types من الميكانيكال ريسترين. هي اول حاجه الستريت جاكيت، الويل شير، سيفتي فيستس، ستريبس، والميتنز. اول حاجه الستريت جاكيت، وده اللي كنا دايما نشوفه في الافلام بتاعت اسماعيل ياسين اللي هو عباره عن جاكيت ليه اكمام طويله جدا. مجرد ما المريض بيحط ايده في الاكمام الطويله جدا دي يحصل
كروسنج لي الكمام دي حوالين الشيست، والاند اوف سليفز بتكون مربوطه تو ذا باك اوف ذا ويرر. صورتها هي زي ما انت شايف، هي السليفز الكبيره طويله جدا، المريض حط الارمز بتاعته فيها، بعد كده اتلفت على ظهره زي ما انت شايف في الصوره. طيب ايه تاني؟ الويل شير. والويل شير دايما بيكون فيه فرونت بيلت او حزام من قدام علشان المريض ما يقعش من على الويل شير، وبيلتس علشان يعمل فيكسيشن للابر واللور ليمب، زائد ان بيكون فيه زي نيك كولر او رقبه حوالين رقبه المريض. اظن ظاهر في الصوره. طيب السيفتي فيستس، وديت بيكون فيها لونج ستريب او اشرطه طويله جدا، ممكن ان هي تتربط بيهايند اتشير علشان تحمي المريض ان هو او فروم او تعمل بريفنشن للبيشنت فروم جيتنج اوت ذا تشير. الستريبس او بتسمى الليمبر سترين، ودي من اسمها بتعمل ايه؟ بتعمل بريفنشن للاكتيفيتي ان فيريوس ليمبس تو بريفنت البيشنت فروم هارمينج ذيم سيلف اند اذرز. الديفايس دي بتبقى متكونه من كف ابلايد اراوند الريست او الانكل بتاع المريض، والستريب ديت ار تايد تو سايد اوف ذا بيشنت بيت اور شير، حضرتك بتتربط على الدراع او القف دون بيتربط على الريست بتاع المريض او ايد المريض وعلى الانكل، وبتبدا ان هي تتربط او حوالين او التمريض او حتى النيرس ايد يربطها حوالين البيشنت او السايد اوف بيشنت بيد اور تشير. اظن زي ما واضح اهو، الايد او الستريب مربوطه حوالين الريست والانكل ومربوطين لطرف السرير. الميتنس، والميتنس ديت عباره عن جلافز، المريض بيدخل الفينجرز بتاعته فيها، وبتكون الفينجرز بتاعت المريض ملمومه كده توجذر علشان يعمل بريفنت اللي هو سكراتشنج اند بيك اب اوبجكت. التكنيكس اللي بستخدمها وانا بعمل ميكانيكال ريسترين اند النيرسنج انترفنشن، الحقيقه ان الايديال تيم اوف ميكانيكال ريسترين بيتكون من 6 نمبرز او 6 ممبرز اوف هيلث كير بروفايدر. طيب هتقول لي فين السته؟ هقول لك 1 فور اتش اكستريمتي، حضرتك عندك كام اكستريمتي؟ عندك أربعة، إذن في أربعة، واحد عند كل يد، واحد عند كل قدم، زائد واحد عند الرأس، وواحد علشان هو اللي هيعمل أبلاي للريسترين. طبعا التيم لازم إن هو أدفانس كوان يونت، كوحدة واحدة فروم أول دايركشن علشان يقدر يعمل كنترولينج على المريض بشكل كبير. الحقيقه لازم التيم ممبرز يتاكد ان هو عمل ريموفنج للاول دينجرس اوبجكت اللي ممكن تكون مع المريض ويستخدمها از ويبونز. طيب تيم ممبر لازم يكون في ويرنج للبروتكتيف مينز اتليست الجلافز علشان يقلل حته الكونتامينيشن. مهم جدا انك تعمل اكسبلين تو بيشنت ليه بتستخدم معاه الريسترين، وتوصل له ان هو مش عقاب ولا مجرد سيطره على المريض، لا هو ابلكيشن للريسترين فور ريزونز اوف البروتكشن، كحمايه ليه وحمايه لزمايله وحمايه للستاف.
السيرجيكال ماسك ممكن هو يتحط على البيشنت فيس. ليه؟ تو بريفنت السبيتنج، ودي نقطة مهمة جدا. ممكن انك تستخدم او تعمل ابلاي للسوفت سيرفايكال كولر، لان هي ممكن تكون اداه من خلالها يحصل ريستريكشن للبيشنت رينج اوف موشن، وبيقلل حته الهيد بانجنج والبيتنج. البيشنت كمان لازم يكون محطوط في اوبن اريا، من خلالها زي ما قلنا قبل كده ان يحصل اوبزرفيشن ومونيتورنج للبيشنت بشكل دوري. لازم يحصل ريفيوينج للبيشنت كونديشن بشكل ريجولر، ممكن يكون كل 15 دقيقة، علشان من خلال الريفيوينج دون تقدر النيرس ان هي تبروفايد الاول فيزيولوجيكال نيدز اوف ذا بيشنت. الحقيقة ان لازم نحصل changing the position of restrained extremities. ليه؟ علشان يحصل maintenance و checking لل vascular function. مهم جدا ان يحصل undress لل patient و search for concealed weapons or chemicals after the restraint are applied. دوكيومنتيشن مهم جدا للاسباب اللي دفعت السيكاتريست ان هو يستخدم الريسترين مع المريض. والريسترين ديفايس should be removed as soon as possible، في اسرع وقت لازم حته الريسترين ديفايس ان هي يحصل لها ريموفنج، بمجرد ما السيكاتريست بيدي قرار ان المريض خلاص اصبح في حالة هدوء بشكل كبير جدا، فبيحصل removing لـ restraint device. طيب النوع التاني اللي هو chemical restraint، وقلنا ان هو عبارة عن medications used to restrain are medications used to restrict the patient's freedom of movement or for emergency control of behavior, but that aren't standard treatments for the patient's medical or psychiatric condition. زي ما قلنا عقاقير تستخدم للحد من freedom of movement بتاعت المريض، علشان اقدر اسيطر على حتة ال violence or ال agitation. ال chemical restraint بشكل عام بتستخدم after ال physical restraint if the patient continues to struggle against the restraint and show a resistance of uncontrolled behavior. الانترفنشن لازم بشكل كبير جدا ان هي تعمل changing للبيشنت behavior، لكن اخلي بالي ان هي ما توصلش لحته الامانيزيا، واللي هي ايه زي ما خدناها في السيمتوماتولوجي اللي هي loss of memory، او يحصل نتيجة للانترفينشن او الكيميكال ريسترين الترينج اوف ذا بيشنتس ليفل اوف كونشسنس. ايه البريبريشن اللي بستخدمها قبل الكيميكال ريسترين؟ اظن دي ممكن تقولها معايا، ان انا اخد هيستوري بيشنت هيستوري، اجمع لابوراتوري انفورميشن علشان اقدر اشوف هل الميديكيشن اللي هديه للبيشنت دون مناسب لي، هل الميديكيشن ديت ممكن تأثر او على حالة او الدياجنوز بتاع البيشنت بشكل نيجاتيفلي، هل الميديكيشن ديت ممكن تعمل alteration في البيشنت behavior. لازم ان يحصل considering للكونتاكت مع السايكاتريك كونسلتنت قبل ما استخدم الكيميكال ريسترين مع البيشنت، لان لازم الكونسلتنت ان هو يعمل اكسامينيشن للبيشنت بيفور الميديكيشن ار جيفن. طيب
زي ايه من الادويه بستخدمه ك كيميكال ريسترين، زي البنزودايازبينز، زي التيازبام اللي هو الفاليوم، اللورازيبام اللي هو الاتيفان، وده بتعتبر البنزودايازبين تايبس من الانكزوليتكس او الانتي انكزايتي ميديكيشنز، والاتيبيكال انتي سايكوتيك زي الريسبيريدون والبرولوكسين، واحيانا بيحصل كومباينيشن بتوين البنزودايازبينز اند الاتيبيكال انتي سايكوتكس. فاكرين معايا السيكلوشن روم اللي هي عباره عن كونفينمنت اوف ذا بيشنت ان ذا روم فري فروم هازارد او هازاردز. طب ايه الكاركترستكس بتاعت السيكلوشن روم؟ لازم اولا تكون السيكلوجن روم كومبوزد اوف فور وول اند فلور ار كفرد وذ بيدد لايننج ذات از ابراشن ريزيستنت فاير ريتردنت وشوك ابزوربنت. يعني ايه الكلام ده؟ السيكلوجن روم ليها كريتيريا تختلف عن اي روم تانية. يعني لما احط مريض في سيكلوجن روم لازم الفور وول تكون زي ما بيقولوا كده، تكون محاطة بالاسفنج او محاطة بي او مغلفة بمواد تكون مضادة للفاير، وما يحصلش صدمات للبيشنت لو خبط في الوول بتاعت السكلوجن. لازم كمان تكون يبقى فيها ليها ريزيستنسي اجينست الابرشن. طبعا لازم يكون فيها الابروبريت فنتليشن واللايتنينج، ده شيء مهم جدا، تكون الاوضه فيها تهويه بشكل ايجابي واضاءه بشكل جيد للمريض. الدور كمان لازم يكون provided in one wall to provide access to the room that is externally closed. لازم الويندو يكون محطوط، و الديزاين بتاع الاوضه لازم الويندو يكون من خلالها، لازم يحصل permitting للفيوينج اوف الانتيريور روم، عشان ده ممكن يساعد كمان في حته الاوبزرفيشن اوف المريض. بعض المستشفيات وده شيء ايجابي جدا بيستخدموا حته الفيديو سيرفيلانس علشان يتابعوا المريض من خلال تواجدهم في الكونتر، تبدا النيرس ان هي تتابع المريض جوه الاوضه. لازم تكون الاوضه خاليه تماما من البوتنشالي هارمفول اوبجكتس اللي ممكن المريض يضر نفسه من خلالها. ده شكل الأوضة، بتكون زي ما قلنا محاطة بالإسفنج، الباب محطوط في وان وول. لو نشوف هنا في كاميرا في الصورة اللي على شمالك عشان من خلالها تبدأ النيرس تتابع المريض داخل الأوضة. نلاحظ إن في الصورة اللي عاملين فيه زي شباك فوق، وقد يكون في حتة بتدخل تهوية للمريض. زي ما قلنا حتة الإضاءة أو نظام الإضاءة في الأوضة لازم يكون مناسب، عشان المريض أحيانا أثناء دخول الليل ما يكونش فيه حتة داركنس بشكل كبير جدا. طيب نوتس مهمة جدا 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 أخد بالي منها في معمل السكلوجن والريستريم. أول حاجة إن يحصل ديس كونتينيوشن للسيكلوجن والريسترين في اقرب وقت ممكن، حتى اذا كان السايكاتريست محدد وقت معين ولقى السايكاتريست من خلال الاكزامينيشن اللي بيعمله زي ما هنقول دلوقتي بعد ساعه من الانيشيشن اوف الريسترين والسيكلوجن لقى المريض حالته تسمح بكده وادى اوردر
للنيرس ان هي تعمل ديسكونتينيشن للريسترين والسكلوجن، اذا هنا النيرس بتنفذ الاوردر ان خلاص يحصل ستوبنج للريسترين والسكلوجن. هل انا او هل السكلوجن والريسترين بتتحط بدون تايم ليميت؟ لا، الحقيقة على حسب كل فئة عمرية بيحصل رينيود للأوردرز اوف الريسترين والسيكلوجن. يعني لما نشوف ان الأدلت بيشنت بيحصل رينيود للريسترين والسيكلوجن أوردر every 4 hours. طيب التشيلدرن والأدلسن عمرهم أو أعمارهم بتتراوح من 9 ل 17 سنة بيحصل renewed للأوردرز every 2 hours. طيب للتشيلدرن أعمارهم أصغر من 9 سنين كل ساعة بيحصل تجديد لأوامر السكلوجن والريسترين. طيب إيه الماكسيمم ليميت لعدد ساعات متواصل للريسترين والسكلوجن؟ هو 24 ساعة. طيب زي ما قلنا في أول بوينت إن لازم يحصل in person evaluation من خلال ال physician, ال clinical psychologist or other licensed independent health care personnel يكون مسؤول عن رعاية المريض within one hour of initiating a restraint with seclusion. احيانا زي ما مكتوب قدامك بيبقى التريند ريجستيرد نيرس ممكن تعمل او تعمل كوندكتنج للاسسمنت او الفيزيشن اسيستنت، لكن دايما لازم يبقى فيه كونسلت مع الفيزيشن. طيب مهم جدا زي ما قلنا وشفنا الكاميرا اللي موجودة في السيكلوجن روم ان البيشنت دايما يكون عليه عين من النيرس او بشكل عام الهيلث كير بيرسونال من خلال فيديو اور اوديو اكويبمنت بوزيشند نير ذا بيشنت. طيب الستاف هو انفولفد ان ريستريننج اور لودينج ذا بيشنت عليه مهمه كبيره جدا 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 ان هو يعمل مونيتورنج للفيزيكال والسايكولوجيكال ويل بينج اوف بيشنت انكلودينج الريسبيراتوري سيركيولاتوري ستاتس والسكين انتجريتي اند الفيتال ساينس بشكل دوري. ارجو اكون وفقت في توصيل الرساله، و اي استفسار ان شاء الله هيكون ان شاء الله في مكتب قسم التمريض النفسي والصحة العقلية. في انتظار استفساراتكم وشكرا جزيلا على حسن الاستماع.